ما أجمله قلب يحمل هم أخي في العسر له يسر في الحزن يواسي كن عونا للناس دوما معينة بالظبط. المهم الروبوتس دي صعبة شوية، يعني تكون
موجودة دي حاجات في الريسيرش اللي هي روبوتس بتغير الشكل. يعني بعد ما هو مثلا بيكون مثلا بيجيب وبعد كده يجي مثلا دايرة بتلف يعني ترانسفورمرز زي ترانسفورمرز كده خلاص. ماشي في مايكرو روبوتس مايكرو ونانو. مايكرو دي اللي هي شغال نانو دي بتخش جوه الجسم. في اوريدي روبوتس موجودة بتقيس ال بتقيس ال بالظبط المؤشرات الحرارية في الجسم خلاص. في سوفت روبوتس معرفش حد يسمع عنها ولا لا. الروبوتس مش كلها هارد كده. في روبوتس يعني عبارة عن يعني ليلة جدا خلاص هي ما فيهاش أي ستراكشر بتاعها مش هارد خالص. ماشي بيستخدموها في إن هي مثلا بتخش جوه المواسير. شفت روبوتس ده كتير سهل جدا ان انت تعمله في البيت برضه لما تيجي تجيبها وتركبها تطلع فوق وتصب جواها الروبوت دوت وتتحكم فيه عن طريق السوائل. يعني انت مثلا بتزود السوائل في حته معينه وتدخلها في حته معينه فيبتدي يتحرك زي الدوله تمام. سنيك روبوتس كراودرز هايبريد دي كل الانواع بتاعت الروبوتس خلاص. مهم ان الابن يبقى اويل بيها وعارف ان الروبوتس دي لما اجي اقول له روبوت مش في دماغه الانسان الالي خلاص ولا الموقف اصلا في دماغه الانسان الالي. الروبوتس دي اشكالها مختلفه كتير. السنس اول فانكشن للروبوت قلنا ان الروبوت بيسنس. يعني ايه بيسنس؟ خلينا نقول كده الروبوت بديتكت
ممكن اللايت او استخدم كاميرا وتقفل النار اصلا نفسها خلاص بديتكت الدخان ماشي وادخل واخد الانبوتس ديت على البلان على الموك بتاعي الروم ماشي هنجيبه دلوقتي طيب ده اللايت سنسور السموك سنسور اللايت سنسور ده بيقيس شده الضوء لو انا عندي مثلا نبات معين النبات ده المفروض ما يتعرضش للنور اكتر من وقت ساعه في اليوم فبحط له لايت سنسور بسيط جدا تمام ان شاء الله كده مع الاوبينو سهل السيركت سهله جدا تقدر تعملها عندك في البيت عشان النبات بتاعك يتحرك طبعا عمليه النور ده اسهل ان شاء الله ما تشتغلش غير طيب عندنا الاي ار سنسور او الانفراريد سنسور الانفراريد سنسور فكره عمله وهي هي فكره عمل الالتراسونيك سنسور بس الانفراريد بدل ما بيطلع موجات ضوء بدل ما بيطلع موجات ضوء الالتراسونيك خلاص الانفراريد ينفع يقيس بيه المسافه بس زياده عن كده ان انا بقيس بيه الكلر فاقدر اعرف ان انا ببعت موجات ضوء بيجي لي موجات ضوء بيفرق فيها الطول الموجي فاقدر اعرف اللون اللي انا خبطت فيه ده كان لون ايه اوكي بقدر اعرف ايه تاني من الانفراريد سنسور ايه الحراره بقدر اسال الانفراريد ايه الحراره بالظبط و نايت فيشن طيب بيستخدم في ايه حاجه موجود في الريموت الريموت كل الريموتات بتاعتنا كلها فيها خلاص طيب الكلر سنسور حاجه معدله شويه من الانفراريد بس مخصصه للكلر خلاص مش بتدفع اي حاجه ثانيه غير هي بتطلع لي بس ايه اللون اللي انا واقف عليه دلوقتي بالظبط في سيرش كده بتاع الحراره اللي انا مش فاهم المسدس لما تطلع فيها خالص انا والله بقعد افكر يا ترى بتشتغل ازاي بتسال في الكهرباء اه ما شاء الله حتى 70 مثال المسدس اللي كان بيضرب البط ايوه بتاع زيرو ايوه بالظبط كلنا بنفكر ازاي عرف الشمس بيقول لك عن طريق الحراره اللي بتطلع وده الانفراريد سنسور في ابن الكلام الكلام لون البطن هذا السنسور المسدس يعني نفسه صح؟ المسدس السنسور بيشوف النقطه اللي انت مشاور عليها بيضاء ولا حمراء ولا كده فيعرف ان هي نقطه ولا بس بالظبط انما غير كده كان هيبقى محتاج حاجه معقده جدا بقى يعني ما يمشي عايز هو سرعه ومسافه وتاتش سنسور طبعا مستخدمات كتير جدا. طيب ده السنسورز كده بسهوله كده دي السنسورز اللي تلاقيها موجوده وانا نفسي ايه اني يتعلم السنسور ده يعرفها ويعرف تستخدم ازاي ويعرف طريقه عمل ده. ممتاز جدا. بعد كده احنا قلنا سنس بلان اكت البلان او ثينكينج المخ بتاعه البروسيسنج بتاعه. في النهايه عندنا شويه حاجات سهله للاستخدام. في طبعا حاجات في عدد لا نهائيه من البروسيسنج يونتس اللي بتستخدم في الروبوت. بس في النهايه كلها بتأدي نفس الفانكشن. هي يعني بتاخد انبوت بتعمل بروسيسنج بتطلع اوتبوت. تمام؟ طيب في الليجو بريك. الليجو بريك دوت اللي هو بيستخدم في الليجو عامه كله. هتلاقي اليونت اللي في النص ده. ماشي؟ ديت في النهايه بتوصل بيها مجموعه سنسورز وبتتوصل بيها مجموعه مواتير وبتتحرك على اساس الانبوت ولا اوكي؟ طيب في ايه تاني؟ في الاوردينو. الاوردينو ده مايكرو كنترولر خلاص اللي مستخدم هنا. خلينا نقولها ده الاوردينو خلاص الاوردينو ده مايكرو كنترولر سهل
لو تفتكروا معرفش حد كهربائي بيك زمان القصه بتاعتها الناس طورت وعملوا شركه ايطالي عملت الجزئين دوت مايكرو كنترولر يقدر اي حد يستخدمه الانبوتس اللي فيه سهله جدا اي حد يوصل الطاقه ويستخدمها وطبعا بيتباع بمجموعه كبيره من السنسورز والموتورز تقدر تستخدمه تبني بيه الروبوت بتاعك فده مثال للمخ بتاع الروبوت جميل راسبري اخد اورديو في شويه مميزات احسن شويه ان هو بيعمل بروسيسنج للكاميرا فيقدر الفيديو اللي راجع من الكاميرا يقدر يقراه ويفتح ويبشر ده وراه الاورديو ما بيعرفش بس في الاغلب كلهم بيأدوا نفس الوظيفه ده مايكرو كنترولر وظيفته انه ياخد انبوت من السنسور يعمل له بروسيسنج ويطلع اوتبوت لايه؟ للوتيفر بقى اكتيفيتي بس كله بيحتاج بروجرامنج عشان يعرف كله طبعا بيحتاج بروجرامنج بس البروجرامنج فيه ليميت ليه عن طريق الناس اللي فاضي هنجيب لك دلوقتي طيب اكت بناء عايز الروبوت بتاعي يتحرك او يتصرف او يطلع اوت يطلع اوت عن طريق حاجات محدده سهله يا اما يحرك الموتورز عندي ثلاث انواع رئيسيين يعني في الموتور في الاغلب هم دول اللي بيستخدموا الدي سي موتور الناس عارفه الدي سي موتور ده الموتور اللي في مروحه الطياره الهليكوبتر ده الموتور في اللعبه في العربيه بتاعت اللعبه العربيه اللعبه خلاص ده اللي هو دوت ده سهل جدا تلاقي كل الالعاب تقريبا فيها الموتور ده ده سهل مش حاجه تمام بس ان هو بيتحرك كونتينوس يعني مش بيتحرك على حسب زاويه معينه ولا بيتحرك على حسب الستبس بيتحرك بشكل مستمر اوصل بيه مروحه اوصل بيه مروحه والسرعه سهله طبعا متوقفه طبعا على الباور في سيرفو موتور السيرفو موتور ده مثال ده في الموتور ده سيرفو موتور خلاص السيرفو موتور دوت بيتحرك 180 درجه خلاص ده انا معمول له هيك احنا بنخليه يلف 360 بس السيرفو موتور بيتحرك 180 درجه خلاص ده استخدامات السيرفو موتور بيستخدم في المزرعه ايه اللي بيستخدم في المزلقان اللي بيستخدم في المزلقان استخدم انت بقى تقدر تستخدمه والله عايز تفتح حاجه تقفلها تحرك وكره يعني حاجه حركتها 180 بتلف يمين وشمال خلاص وانت طبعا بتقدر تحدد فيه الزاويه بالظبط اللي بيتحرك عايز يتحرك بميل معين بشكل معين تقدر تحدده خلاص طيب في الستيبر موتور الحركه بتاعته متقسمه لخطوات فاقول له مثلا اتحرك 5 خطوات 10 خطوات ده دقيق جدا ده في الاغلب اللي بيستخدم في ال 3D printers خلاص دقته عاليه ده اللي بيستخدم مثلا في الروبوتك ارمز الكبيره احتاج الارم ده مستخدمين فيه ايه سيرفو موتورز كلها سيرفو موتورز خلاص كل دي بقى حاجه بتتكرر تاني كل دي سيرفو موتورز خلاص في استخدام في المصانع لا بيستخدموا استبر موتورز كبيره كده محترمه هي ديت بتبقى دقيقه جدا وهي ديت اللي بتكنترول حركه الروبوت بقى بتوصل للملز يعني اتفرجت عليه بيقيس وراه بعد لكن بيقيس سبيسنج بسبب ايه؟ هل هو دقيق بينزل حاجه بتكلم في الملز؟ جزء مني ولا لا؟ وفي فرق طبعا يعني على حسب طبعا الاستخدام بس ده هو عشان يعمل له صيانه مفيش حاجه يتاكد ان في انحراف بالظبط تمام دي الموتورز في الاغلب اللي ابنك هيستخدمها هو حابب يشتغل او يعمل روبوتس هما 3 موتورز سهلين استخدامهم سهل جدا لايبرز بتنزلها من على النت سواء بقى والله وات ايفر نوع البروجرامنج اللي هتستخدمه ايه هتلاقي الموضوع
الجوازات طبعا بتفرق من الكت للثانيه. هحاول لكم مش هحطكم يعني ان شاء الله. طيب اعمل عايز اقول الثاني يعني ايه؟ عايزه تشيمس الكلف خلاص ده نوع من انواع الاوجود. والله لو عديت مثلا وطلعت بره الاوضه طفي خلي النور بتاع الاحمر مثلا لو حد معاك قدام مثلا غير النور مش عارف بشكل فين ده نوع من انواع الاوجود خلاص. يطلع ساوند الصوت والسيرفس بالظبط او بيطلع مسج على السكرين بتاعته تمام او بيطلع مسج على السكرين بتاعته. طيب لحد هنا احنا دلوقتي اتكلمنا على السنس والفلان حسيت ان الروبوتس الضخمه الكتيره اللي احنا كنا شايفينها وخايفين منها وحاطين عندنا الكلام ده لا الموضوع سهل جدا جدا مش اكتر من ان انا يبقى عندي كنترولر معين انا بعرفه كويس وافهمه واوصل بيه سنسورز بتسنس الانفايرمنت وعندي مجموعه من الموتورز او غيرهم الحاجات اللي بتطلع الاوتبوت وعلى اساسه بحرك. بعمل بقى انا الاستراكشر دوت بخليه سمكه في الميه بخليه انسان آلي بخليه والله وات ايفر اللي انا عايزه. في الاغلب هتلاقوا يا جماعه ان يعني مجرد ما تعمل الهيكل الكود اللي بيشغل حاجات زي كده مش صعب وهتسووه موجود ماشي وخلصان الدنيا سهله جدا ومن اسهل مما تتصور. يعني بالنسبه للطفل مثلا هل اللي هي العربيه الصغيره اللي هو تعتبر لعبه او الالعاب اللي هو قدام اشتباه الاطفال يعني نقدر نقول مثلا ان دي قريبه للمثال بتاع الكبار؟ طبعا هو الطفل هنتكلم عن كل مرحله عمريه وانا كل مرحله عمريه ايه الحاجات ايه السكيلز اللي انا عايز اعرفها خلاص. ممكن ده يبقى سن صغير بس مثلا لو 9 سنين مش هينفع معايا ان انا اروح احس ان انا في خلينا هخش في النقطه دي ان شاء الله. طيب نبتدي في الليفل اللي هم الاولاد اللي هم لسه يعني بيتعرفوا بيتعلموا من الكلام كويس مش عارف الكلام دوت. انت عايز تدخل معاه الروبوت ان هو ازاي يتعلم الروبوت اسمه دي انا عايز اعلمه ايه؟ عايز اعلمه يعني ايه روبوت اصلا ازاي حاجه موجوده معانا في الحياه عايشه خلاص. عايز اخليه يبتدي يستخدمها خلاص حتى في الاستخدامات السهله بس يبتدي يعتمد عليها بشكل او باخر يستخدمها يمديها يبتدي يعمل لها سيمبل بروجرامينج. طيب البروجرامينج في طريقتين في طريقه كده تم اختراعها برضه من ام اي تي وهي البلوكس عن طريق البلوكس في سكراتش في غير كم بروجرامينج لانجوج خلاص بتعلم من الاولاد البرمجه عن طريق البلوكس. يعني ايه برمجه عن طريق البلوكس؟ يعني انا مش محتاج اكتب كود هو في النهايه بيلاقي بلوك حرك لقدام خطوتين يلاقي راسه البلوك ده وبعد كده وقف ياخد البلوك اللي بعده وبعد كده يتحرك تاني ياخد الثلاثه بلوكس اللي بيحطهم ورا بعض هيخلي الروبوت يتحرك بدون ما يكتب تمام. ودي طريقه سهله في البروجرامينج بالاخر. اوكي طيب ايه الروبوتس اللي تنفع في الفتره دي نبتدي نتعلم عليها وفيها شرح وفيها يعني كل حاجه ان شاء الله بروجرامينج. في سفيرو وفي داشن دوت. داشن دوت ده روبوتس كده صغيرين ينفعوا الاطفال اقل كمان من 4 سنوات تمام. وفي سفيرو دوت ده روبوت برضه ظريف. حد يعرف بيشتغل ازاي؟ حد شاف سفيرو قبل كده؟ لا خلاص كده كان في حاجات زي كده؟ لا لا العربيات دي مش عارف هو مش ده اصلا في الشركه اللي بتسمعه بتسمع اخوه كده استخدامات ملتهيه ده بيخبط عليه زي ايه؟ صحه ونور كده وتمام. طيب ايه يعني انا هحاول ايه والله انا هحاول بس يعني اكون اكتب دي اول بعد شكرا لنا من التدرس افكار جميله Thank you.
Thank you.
ده اصلا ده سيو دو
اصغر شويه تمام بتعمل هنا شويه تشالنجز مثلا توصيل عايز ينط في حته فنيه عايز يجيب في شكل معين يعني انت تقدر تستخدم استخدامات كتيره خلاص ده للاولاد من اربعه من سته مش عارف ده الشاحن بتاعه في وسط السلك خلاص وبيشتغل وبيتشحن وايرلس. حد في الفتره اللي هي عنده سؤال عنده ابن في الفتره دي وعايز يسال والله المفروض نعمل معاه ايه ومش هيتصرف ازاي؟ ده حاجه ناقصه ده شاحن ضد اه ده شاحن ضد ده نفس الفكره بتاعته خلاص بس هو دور روبوتس ما بيعملوش اكتر من ان هما بيتحركوا وبيتحركوا مع فريق النوكس برضه ما تنفعش تفك وما بتعلمش فيه الكترونكس عارف عامل فيه بس روبوت بيتحرك خلاص وبتعمل بيه العاب بتخليه مثلا يخبط على اليدين بتاع الموسيقى دي مش عارف ايه ده يعني مش فارق كتير هما الاثنين بيقدموا نفس الوقت انا جايب لكم من كل حاجه مثالين علشان والله لو حد مثلا حاجه معينه عايز يدور على الالترنيتيف ما يبقاش هو بس ريستريكتد حاجه معينه خلاص دي بداية كويسة جدا للابن ان هو يعرف يعني ايه روبوت. طيب الحاجات دي يعني سيلف ستارت مفيش حاجة مثلا زي كورس مثلا كل دول هتخش بيهم اونلاين هتلاقي كورس هتلاقي لهم كورسات بكل الأعمار وفي انترنت مشوار مستقيم وناس عاملة يعني حاجات كده على اليوتيوب بتشرح زيادة غير الشركة اللي بتنزلها هتلاقي شرح بس انت هات حاجة وابتدي تتابع معاها في التعليم خلاص الليفل التاني اللي هو ابتدي بقى اعرف فعلا الروبوتس ايه ابتدي كتير شويه خلاص عندنا انا عايز اعلمه ايه؟ انا عايز اعلمه السنسورز اللي احنا اخدناها انواعها انواع اخرى خلاص عايز اعلمه تشتغل ازاي عايز اعلمه الحركه جزء مهم جدا انت بتفهم الروبوت ده بيتحرك ازاي لو انا عايزه يلف وانا بقول له لف كده وخلاص ولا لازم ابقى متحكم وهو العجله دي يشيل يتحرك اسرع من العجله الشمال فيلف شمال خلاص وهكذا واعرفه اكتر على البلوكس بروجرام تمام في تو كيتس مشهورين جدا في سباركي اللي هو دوت خلاص وفي الريك لوك اللي هو ده سباركي ميزته في ايه؟ السنسورز بتاعته كلها ظهر انا بحاول والله الالتراسونيك فين هيقول لي هو ده ماشي وهيعرف الالتراسونيك ده بيستخدم في ايه وبيشتغل ازاي خلاص هقول له والله اللايت سنسور هتلاقي سباركي عليه لايت سنسورز هنا في ثلاثه لايت سنسور موجودين بقدر اعمل له استكشاف كده يتحرك ولا خلاص بقدر مثلا اقول له والله السيرفو موتور دي سي موتور بعرفه كريبر بيمسك خلاص بعرفه هنا عندي خمسه انفراريد سباركي اقدر يعني ببرمجه ان هو ما يقعش مع الترابيزه طول ما هو شغال خلاص ميزته ان السنسور فيه ظهر ينفع اعمل له بروجرامينج سواء عن طريق بلوكس او عن طريق حاجه شبه الجافا خلاص ده بيستخدم من اول شغل صغيرين كده سبعه وثمانيه لحد الجامعات يعني في جامعات بيستخدموا سباركي في الريسيرش خلاص هو باورفول كويس جدا وفي امكانيات انا نزلت لكم على الجروب سهل بس عشان نشوف ايه